وما أبعد الموسوسين عن اللذة، بل أن الشيطان يصل به إلى حد يكره إليه العبادة لشدة ما يتعبه فيها من الوسواس. وقد قلنا أن العلاج في قول العلماء أن الموسوس إذا شك فإنه لا قيمة لشكه، فلا يجوز له أن يعيد، ما يجوز لنا يعيد أصلا، لا قيمة للشك. فعلى العبد أن يسأل نفسه: أنا لماذا أعيد وضوئي وصلاتي؟ لماذا؟ فإن قالت لك نفسك: لأني أخاف أن يؤاخذنا الله، فليقل لها: الله الذي تخافين أن يؤاخذك لأنك ما أعدت لا يريدك أن تعيدي، لا يريدني أن أعيد، وانتهى. لكن بعضهم يقول: نعم أنا أعرف أن الله لا يريدني أن أعيد، أنا أعرف ولكن ما أرتاح، سأحس بتأنيب داخل صدري فأعيد عبادتي لأرتاح من هذا التأنيب. نقول: طيب، علاج هذا سهل. قل لنا بالله عليك، هذا الذي يوسوس لك ويأمرك بالإعادة ملك من الملائكة أم شيطان من الشياطين؟ بالتأكيد أنت تعرف أن الذي توسوس هي الشياطين، إذن هو شيطان. طيب، هل هو يحكمك فتفعل ما لا تريده أنت، أم أنك أنت الذي تملك قرارك؟ طبعا أنت تفعل ما تريد، ويستحيل أن يحكمك الشيطان رغما عنك. طيب، سؤال: هل يؤاخذك الله بقرارك أم بوسوسته؟ بقراري طبعا. إذن لماذا تخاف من شيء أنت تعلم أن الله لن يؤاخذك عليه؟ والله المسألة بالعقل بالمنطق، كن واقعيا، أنت الذي تتحكم بنفسك. حرام عليك أن تذهب لذة الصلاة بوسواس ووساوس لا تسمن ولا تغني من جوع.